نتجه الآن إلى جيبوتي لنستمع إلى تلاوة المتسابق التاسع محمد وليد محمد، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم محمد وليد محمد من جيبوتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إذن المتسابق محمد وليد محمد من جيبوتي، كلمتكم شيخنا الكريم. حياك الله يا أخ محمد، كان عليك أن تسجل في غير هذا المكان الذي أنت فيه، هذا المكان عم يعمل صدى ونحن نبهنا بأن تكون القراءة من غير مؤثرات صوتية. أنت ما وضعت مؤثرات صوتية صناعية يعني كالآلات وغيرها، لكن هذا المكان كأنه غرفة فارغة، والمكان الفارغ لما يتكلم فيه الإنسان تتداخل الأصوات، وهذا يصعب علي مهمة التقييم. قد أظلمك، قد تكون أنت نطقت صوابا وأنا الصوت اللي سمعته مو صحيح، انتبهت عليه؟ فدائما نقول لكم لا تستعملوا المؤثرات الصوتية، لا تسجلوا بغرف فارغة تؤدي إلى الصدى. الصدى بالنسبة لنا معيق في التقييم. نعود إلى ملاحظاتك يا أخي. أول شيء تنصرون، هيئ فمك على مخرج الصاد عند إخفاء النون. تنصى الآن فمي أنا أص أص أص، قول أص أص أص، شايف لسانك وين؟ لما بتقول ضع فمك على هذا المكان فإذا انتهى صا، تجد الفم مهيأ، ما في داعي تغير المكان، مكان لسانك يعني تنصى. تبهت يا ابني؟ فرطت فيها أمران. الأمر الأول فخم الراء، فر، اسمعني جيدا، فر. الأمر الثاني الطاء الساكنة وبعدها تاء، هذا إدغام ناقص، يعني ندغم الطاء في التاء ونبقي صفة الإطباق من الطاء. هذه الكلمة بحاجة إلى تدريب، ولو كنت مكانك لاخترت مقطعا غير هذا المقطع وأرسله إلى مسابقة قرآنية يعني يتنافس فيها الأقوياء، خلينا نسميهم، فهمت علي؟ صعب عليك هذه الكلمة يا ابني، ما لك ومالها؟ المهم أنا سأشرح لك كيف نطقها. فرطت، فرط، تنطق طاء غير مقلقلة، فرط، ثم بعد أن تنطقها بهدوء بتحول لسانك إلى مخرج التاء، رطت، ويعني تطبق على طاء، فرط غير مقلقلة، أؤكد دائما، ثم تجافي لسانك عن تاء، فرطت، أحطت، بسطت،
فرطتم. هذه الكلمات الأربعة الموجودة في القرآن فيها إدغام ناقص فنطقتها نطقا غير صحيح البتة. أمر ثاني بتعلق بالوقف والابتداء. يا حسرة على ما إيش الآية الكريمة؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وقفت ثم بدأت وإن كنت لمن الساخرين. هذا بيبدأ وإن كنت لمن الساخرين. إيش البدء هذا لك ابني؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هو يتحسر على هذا الموضوع كله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فلا تقول على ما فرطت في جنب الله ثم تقف ثم تقول وإن كنت لمن الساخرين. في وقف عندك في المصحف؟ افتح المصحف وانظر. دائما أقول لأبنائي اتبعوا علامات الوقف في المصحف أيا كانت. لا هذه صلة قلة جيم ميم، هذه الأربعة أي واحدة منها تأتي قفوا عندها وابدأوا بما بعدها. واضح يا ابني؟ الله يرضى عليك. ويرضى عليك شيخنا الكريم. شكرا لك أخي محمد وليد محمد من جيبوتي.